وهبي سبق قلنا ليه بانك انت لا علاقه لك بقطاع التعليم. نعم نعلم ذلك. وباش نجيو كاع من الاخر، انت اصلا عندك جمله من المشاكل، قطاعك يتخبط في المشاكل، فبالاحرى ان تلتفت الى قطاعك والى الموظفين ديالك، اعطيهم حقوقهم كذلك، عادي تهضر على شي حاجه اخرى. ولكن نحن نعلم السبب اللي خلى وهبي وغيره يخرجوا بهذه التصريحات هذه، لان اصلا هما يشكلون عصابه وطبيعة الحال يتكتلون من اجل انجاح السياسه ديالهم في قطاع التعليم وقطاعات اخرى اللي هي كتخدم المصالح ديالهم كبرجوازيين. هم ليس لا ينتمون الى الشعب، لا ينتمون الى الطبقه العامله، عندهم الاموال طائله بالملايين، وبالتالي ما يمكنش نكونوا حنا وياهم في صف واحد. ما كنتسناوش منهم خطاب مماثل للخطاب ديالنا، مصالحنا ليست نفسها. نحن نستمر في الاحتجاج، واللي كيميز معركتنا على ما سبق يعني وعلى البدايه ديالها انه كاين تواجد ديال الامهات وديال الاباء والتلاميذ اللي هما كذلك ضحايا ديال السياسه ديال الدوله ديالنا في قطاع التعليم. نحن ما كنقولوش، حنا ما كنقولوش كاملين، لا حنا لا اباء لا امهات، ما كنقولوش بان راه كاين فقط صراع ما بين استاذ ووزاره وبالتالي التلميذ هو ضحيه. هذا الخطاب هذا صافي لم يعد يؤتي اكله مع هذه الوزاره هذه باش انها تقلب الامهات والاباء على المعارك ديال الاستاذ، لان علاش ولاو عارفين باننا كلنا ضحيه وكلنا عدونا واحد. وبالتالي حنا كنطالبوا باولا نظام اساسي يعني الاسقاط ديال هذا النظام هذا اللي كاين، وبالتالي اضافه تعديلات النظام الاساسي القديم، كذلك ادماج المتعاقدين وجميع المطالب ديال الفئات اللي كاينه، بالاضافه الى ضمان واحد المدرسه عموميه اللي فيها الشروط ديال التعلم اللي هي مناسبه للتلاميذ ديال اولاد الشعب. هذا الشعب هذا اللي وليداته تلاميذ واساتذه كيديو الضرائب باش انهم يدخلوا الميزانيه من اجل انه توفر لنا هذه الخدمات الاجتماعيه. فاذا بنا طبعا حنا قدام واحد المجموعه ديال النصوص اللي كتقلب تنهب الميزانيه ديال الدوله وتخلي الشعب يخلص هذه الخدمه هذه الاجتماعيه، وكذلك يعني تجهز على الاجور ديال الاساتذه وعلى الترقيات ديالهم، فقط باش يكون واحد التقشف في القطاع ديال التعليم ويكون واحد قطاع يسيل لعاب المستثمرين المحليين والدوليين. جينا في هذه الوقفه هذه في اطار الوقفه اللي دعا لها التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من 23 مكون 23 تنسيقيه. الكلمه التي توحد هذه التنسيقيات اليوم هي لا للنظام الاساسي الذي يكرس المآسي في وسط الشغله التعليميه مزاولين ومتقاعدين. ردا على الاستفزازات ديال الوزير وهبي، اولا هذا الوزير هذا ربما معروف في الاوساط الشعبيه بوزير المحاباه. الفضيحه ديال الامتحانات لا تزال باقي ما صرتها الشعب المغربي، وبالتالي من كان بيته من زجاج فلا يضربن بيوت الناس بالحجاره. وبغينا نقولوا ليه قف للمعلم وفيه التبجيل، وهبي قف للمعلم وفيه التبجيل. فهاد اللغه ديال التهديد وهاد اللغه ديال الوعيد بطبيعه الحال لن تزيد الاحتجاجات الا تأجيجا، لن تزيد الاساتذه الا اصرارا على مواصله التضحيه والنضال من اجل حقوقهم المشروعه، من اجل حقوقهم المشروعه. وكنقولوا الحكومه هاد الدعوات ديال حسن النيه، فالاستاذ الا كان شي واحد، اذا كان شي موظف عمومي كيدير هاد المبدا ديال حسن النيه او والف يدير مبدا الحسنيه فهو الاستاذ. الاساتذه ما خرجوش مباشره هكذا، ما خرجوش اليوم هكا فجاه، وانما راه بعد طول انتظار
بعد طول ثقة في الحوار في الحوار الممعسس، ولكن اليوم نفاجأ بهذا النظام المآسي هذا ينصح التعبير، اللي كتهرب الحكومة اللي كتهرب الوزارة باش تفرضوا علينا، وبالتالي اليوم ما بقاش شنو فاش غنديروا حسن النية، فاش غادي ينتقوا في أي مؤسسة سنتيق. الآن هذا الهبة هذا الحراك هذا الأستاذي حراك عفوي، حراك أساسه مطالب مشروعة، يعني سواء الملفات العالقة المشروعة، سواء المطالب المتعلقة بالنظام المآسي اللي جاء بهذه الصيغة ديال فرض الأمر الواقع ليكرس الهشاشة. وبالتالي حنا بطبيعة الحال بغينا نمشيو للمكان الطبيعي ديالنا اللي هو القسم، ولكن بغينا حلول ملموسة، بغينا حلول واقعية وليس أنصاف الحلول. هذا الشيء هو الوحيد الكفيل بنزع فتيل الأزمة وبإعادة الأستاذ إلى مكانه الطبيعي اللي هو القسم.